تيجي ترجع يا جماعة أنا مش قادرة أكمل، أنا بتضرب، أنا بتبهدل، أنا مش قابلاه. هو راجل محترم وزينة الرجال، لكن أنا مش قادرة خلاص، تعبت. وبتبقى خلفت منه، تقول لها عايشي، ده زي الزواج برضه. الشريعة الإسلامية وضعت منهجا لعلاج الخلافات الزوجية قبل الدخول في الطلاق. أول أساس هو وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم الأساس الثاني هو التحكيم بين الزوجين عن طريق الآباء، عن طريق أحد الأولياء، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وليه من أهل كل منهما؟ ليه ما يبقاش الحكم أجنبي؟ أيوة، لأن أهل كل منهما يكونوا حريصا على بقاء الزوج، على فض الخلاف بينهما ويكتم أسرار الحياة بينهما. لأن أهم حاجة في الحياة الزوجية المحافظة على السر. ربنا قال عليهم على العلاقة الزوجية فمستقر ومستودع. شوف حضرتك، مستودع يعني أنا عندي مخزن بحط فيه، مستقر ومستودع. أما إني يبقى كل واحد يتكلم، ده فلانة زعلانة من فلان عشان فلان عمل وفلان كذا، وأمه تتدخل وأهله يتدخلوا وأهلها وهكذا، هذا ليس مطلوبا إطلاقا. إذا فشلنا بقى في مرحلة الشقاق، تحكيم الشقاق، يبقى في الوقت ده نطلق. بس نطلق مرة واحدة؟ لا، نطلق متدرجا. أول حاجة طلقة للاختبار، جس النبض. إذا هي كانت مصرة ولا أمل في الاستمرار بينهما فلها أن تطلب من القاضي أو من الحاكم بذلك، وده بنسميه طلاق للضرر. وإذا كان التقصير من ناحية الزوج، يهمل في شؤون أسرته، يهمل في أولاده، يهمل في متطلباتها الخاصة كأنثى مش كجماد، كأنثى لها مشاعرها، يبقى في هذا الوقت القاضي يطلق للضرر، نسميه طلاق للضرر، لرفع الضرر. وفي الوقت ده يبقى بتاخد كل حقوقها من هذا الزواج. لكن هل الطلاق مرة واحدة؟ مرة مرة. طيب إذا كان الزوج هي طلبت الطلاق لأنه مقصر ومهمل فيها ومهمل في ولاده وسافر وسابها بدون راعي وبدون توجيه، يبقى في الوقت ده نقول إيه؟ هذا الزوج يعد ناشز. ناشز إزاي؟ لأي مقصر. طب مقصر نعالجه إزاي؟ جاء العلاج في سورة النساء، وإن امرأة أي زوجة خافت من بعلها أي من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. ما قالهاش بقى اطلب الطلاق، ما قالوش طلاقها، لا، صلح. يرغب في الصلح ثلاث مرات، صلحا والصلح خير. طيب في ازواج دلوقتي بحكم ان الحياه والمطالب الدنيا وكل بيت عايز يوصل لمستوى اعلى وافضل، تلاقي معاه فيزه القبض بتاعت مراته. نعم، معاه فيزه القبض بتاعت مراته، مرتبها معاه في الفيزا، ولو عليهم اقساط، لو عليهم أحوال، لو عليهم متطلبات، هي معاه. يعني هي طول الوقت هي كمان أصبحت تطلب منه. هو مرتبه بينزف واحدة وهي مرتبها بينزف واحدة، هو معاه الاتنين.
هو ده يعني هو يعني انا مش عايزه اقول ان هو بعيد عن العدل، انا مش عارفه. هو الاصل ان لكل من الزوجين ذمته الماليه، ذمه ماليه مستقله، ايوه ده الاصل. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، يعني هما ليهم نصيب مساواه بما مطلقه نكتسب. طبعا، ايوه مساواه مطلقا. يعني ده مش فضل مننا او اي لا ست لا، ده تشتغل حق تقول انا جبت وعملت ودفعت. ابدا، ده حق شرعي، لدرجه ان فلوسها هي لا يجوز للزوج ان ياخذ منها شيئا من اموالها الا برضاها وباختيارها. عايزه تساعد اهلها من فلوسها، تساعد اهلها باذن زوجها، ولا يشترط، لان ملكها، ذمتها الماليه، ده شغلها هي. شغلها وده ملكها وهي تتصرف فيه. لكن من باب المروءه بين الزوجين ان يبقى في نوع من المشاركه، حتى المشاركه المعنويه، ان انا النهارده خدت علاوه، خدت مكافاه كده، تقول له. لكن ان هو يعني يجبرها على انه ياخذ منها مليما واحدا، هذا مخالف للقران الكريم. يعني مش هي ترجع تقوله انت بعتت لمامتك، انت رحت ساعدت اخوك في الافراح، لا لا، انت كل عملت. واحد مسؤول عن ذمته الماليه، عظيم. كل واحد مسؤول عن ذمته الماليه. للرجال، شوفي الايه، مساواه للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. الاكتساب هنا ايه؟ نتيجه العمل، صح، مما اكتسبوا واكتسب نتيجه العمل. او تيجي تورث، ورثت. ايوه، كل مال يروح لها طيب اصبح مالها الخاص. لكن طب واحده مثلا تقول لي، لو انا بقى بشتغل وشغلي مقصر على بيتي، وطلب مني تعويض لهذا التقصير، شيلي فهل بقى. نعم تديله، بس برضك بالرضا وليس بالإجبار، ازاي من باب تديله؟ اللي بيسميها ايه يا نهال، اتفضل. من باب الفضل والإحسان وليس من باب الإجبار. يعني هي أصلا مش مكلفة، لكن لما تلاقي ان بيتها وأولادها في حاجة وزوجها ليس مقصر، وبأكد ليس مقصر، وإنما هذا فوق طاقته، فمن باب الفضل والإحسان أن تساهم معه بجزء في تكاليف المعيشة. طيب هتكلم مع حضرتك عن سيدة ممكن تتطلق علشان تحصل، تفضل تاخد المعاش. ده يعتبر أكل لأموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. حتى لو الفلوس دي فلوس الدولة وليس من حقها، فهذا يعد من باب الحرام الحرام الحرام. طب لو اتطلقت واتجوزت عرفي؟ ما هو دي المصيبة بقى، لأن ده كتير بيعملوا كده، بيطلقوا وبيتجوزوا عرفي عشان الدولة ما تعرفش، أيوه، وعشان يستمروا يقبضوا المعاش. أيوه، هذا يا جماعة منتشر جدا في مجتمعنا، أيوه، وهذا يا جماعة حرام حرام حرام، وحرام غليظ، وأكل لأموال الدولة بالباطل. عظيم. طيب هتكلم مع حضرتك عن أرينا من ساعات قليلة جدا مع موسم دخول المدارس وولادنا راجعين مدارسهم، بقى خبر مال الدنيا كلها ان الزي المدرسي خالي من البنطلون للفتيات، وعبارة عن جوب وشميس او دريل، انكتب كده ممكن يا أساتذة تساعدوني، وانتشر على المواقع. في بعض الناس بتستفسر هو ده ليه،
قالوا لان البنات دلوقتي بتلبس البناطيل القاتد المقطعه وتلبسوا صح المحجبات يلبسوا تحتيها صح الليجن فالشكل ما بيبقاش لائق، ومنعوا البنطلون الجينز تماما. تصاعد الموقف جوه الحرم الجامعي، قالوا ممنوع البنطلون المقطع عندنا، ما تجيش جامعتك وانتي لابسه بنطلون مش هتدخلي. بتشوفي زي مثل وانت هزيمة. رأيك ايه؟ انا هقول لحضرتك حاجه، انا رأيي لو لولادنا في المدارس ده مهم جدا، لو مش هنتكلم ان احنا بس نحافظ عليهم، انا بتكلم على الشكل العام، بس شكلهم يبقى حلو. الشكل العام دي مسؤولية ولي الأمر. يعني احنا كنا بنلبس تصميم البدل يا أيوة دكتور، والله الجيب دي والشميز والبدله كامله، آه بدله آه بدله السوت، ايوه السوت، الجاكيت البني الطويل او الكحلي او الجري تبع اليونيفورم والبنطلون. وأنا كمان اللي عايزاه إن أهل الأولاد يتعاونوا مع المدارس ايوه عيني صح في اختيار الزي المناسب. موضوع لبس البنطلون أول ما بدأ كان عليه مشاكل، ايوه إنه بيجسم وبيعمل كلام من ده. ايوه واحنا شاطرين قوي في الموضوع ده. آه احنا غلبنا العالم كله في الشكل ده ولو حقيقي. ولد أنا شخصيا مع لبس البنطلون المحتشم، يعني الذي لا يشف ولا يصف، لأن مهما يكون لبس البنطلون بيدي فرصة للحركة وفي احتشام، صح، غير الجيب لما بيكون ميني رجلك وانتي جيب بتركبي وإلى باص آخره. ولا بتركبي تاكسي، بالظبط، صح. فده يرجع لولي الأمر في الوزارة إن هم يسهم أو كل مدرسة تتعارف على اختيار زي بعينه يليق مع التربية والتعليم، لأن دي مدرسة التربية والتعليم، ونبتعد عن القصير ونبتعد عن الضيق ونبتعد عن الممزق وغير ذلك من الأشكال اللي احنا بنشوفها. الحقيقة العملية تحولت إلى فوضى متناهية في عملية لبس المدارس. يعني طب حكم الدين في بنطلون مقطع ده ايه؟ لا طبعا ده لا يليق إطلاقا، يعني يبتعد تماما عن يعني احترام وهيمنة التعليم. الوزارة اسمها التربية والتعليم. التربية تقتضي أن الإنسان يحتشم في قوله وفي مخاطبته وفي لبسه وفي سلوكه مع الناس ومع المحيطين به. هي دي وزارة التربية والتعليم، بيأتي التربية ثم التعليم. طيب جات لي رسائل وهقول لحضرتك يمكن انا دققت فيها لقيتها متقاربه في المحتوى. بنوته بعتت لي قالت لي انا عندي 27 سنه، اتخطبت سنتين واربع شهور، وده رقم مش قليل، وفي الاخر ما حصلش بينا نصيب، هو راح لحاله وانا رحت لحالي، ولكن انا حاسه بتقصير وقصور وذنب. ليه؟ لان هو ما كان بيسلم عليها يبوسها يحضنها اما يقابلها الكلام ده. هل فعلا يعني ممكن يكون هي حاسه بان هي قصرت في حق نفسها فجاها انه تخلى عنها وسابها، او فحست ان هي اضعفت من كونها انسانه مكرمه؟ هل ممكن توصل لكده جوه البني ادم؟ هل ربنا يعني ربنا غفور رحيم؟ طبعا بصي يا نهال، اي حد فينا بالغ وعاقل لابد من ان يراجع نفسه في تصرفاته. يعني انا بقول ان لو كل واحد فينا قبل ما يحط دماغه على المخده استرجع اليوم كله ماذا تمي فيه، زعل مين، قصر في حق مين، ويراجع نفسه. ليه؟ لأن هذا من باب التوبة والاستغفار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.